لازم تكون رجالة قلبها ميت، لافة وعارفة الدنيا كويس، لا بقى بيهمها لا قانون ولا حكومة. أنا عايزكم يا جماعة تفوتوا في الصخر وتسيحوا الحديد. المهم يعني هتقبضنا؟ عيب عليك، كل واحد رجالة ليه ربع جنيه برايز وشلينات لو استنصدتوه ورمتوه بالحجارة. ها أول ما تشوفوا على طول، انتوا عارفين شكله ولا لأ؟ شعب عليك يا رمزي، شاور لنا بس انت على الضحية واحنا مش مخالك سلف. هشاور لك يا معلم، أنا عاوزكم بقى تكرتوه على قفاه لحد ما يقيح. زي اللي عملنا فيه اول ما عرفناه. بس احنا دلوقتي بقينا اصحاب وحبايب صح ولا لا؟ شفتوا بقى انا ازاي بجيب لكم شغل وبظبطكم. يلا بقى مع السلامه رجال، مع الف سلامه، مع السلامه، مع طب مع السلامه رجال، مع الف سلامه. ايه ده يا رمزي؟ العيال المتشرده دي؟ لا دول كانوا بيسالوا على تمثال نحو الاميه. لا ما دام تمثال نحو الاميه بقى لازم يسالوك انت صح. بقول لك يا رمزي روح هات لي سندوتشين بسرعه عشان ما افطرتش. يلا يا عم تبعت حد غير، يا عم ما فيش حد غير هنا في المحل ده. يخرب بيه، انت مش عارف ان ما فيش حد غيرك هنا في المحل؟ مات. ايوه يا ابني ما فيش غيرك في المحل. روح يلا بسرعه. المحل قفل بتاع السندوتشات. استهبل يالا، انت لحقت تروح؟ روح يا هات سندوتشات يالا. وبقى دولا بقى، دولا هو محسن اللي كان متجوز سناء ده رخم ليه كده؟ انت مالك ومال محسن؟ ومال محسن بالسندوتشات اللي انا بعتك تجيبها؟ هو صحيح دولا محسن ده عايز يرجع سناء تاني ولا ايه؟ انت مالك يا ابني؟ تتكلم في حاجات عائليه زي كده ليه؟ انت مال ايه اللي دخلك في الامور العائليه دي؟ هو انا مش من العيله يا دولا، انا مش ابن عمك. هو عشان ابن عمي تبقى من العيله؟ امال. لا يا ابن العيلة حاجة وابن عمي حاجة، انت فاهم غلط خالص، مفيش صلة قرابة بيننا وبينكوا يعني. ازاي يعني؟ يعني ده موضوع هبقى فاهمهولك بعدين، المهم تجري بسرعة دلوقتي تجيب لي السندوتشات، خد وهات لي نفسك سندوتشين كمان يا عم. معقولة يا دولا؟ يا ده عيب يا ده، انت ابن عمي. فتحي انا عايز اشوف الشقة. شقة؟ شقيت انا؟ مش شقة خالتي؟ لا شقة خالتك اكيد في السويسيا في بورسعيد على حد ما اعلم يعني. انا طبعا قصدي شقتك انت. بص بنتي مش هتخش على عفش قديم ترميه توزعه، مش مشكلتي. انا هنزل انا وهي بعد ما نشوف الشقة وننقي عفش كده عرايسي. ماشي، الله يكتر خيرك يا طنط، انا مش عارف انت ليه مكلفة نفسك كده. لا احنا هننقي العفش ونجيبه وانت اللي هتدفع. انا اجيب حضرتك تجيبي، المهم ان تجيب واحد صدقيني يعني مش هتفرق معانا، بس انا الزماره اللخماني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا سناء، انت ما لبستيش لسه؟ الماتش بقى عليه نص ساعه. لا ما انا مش هلعب النهارده. ايه ده انتوا هتلعبوا؟ لا احنا هنروح نتفرج على ماتش الاهلي والسكه في نادي السكه. على فكره انا اسمع ان استاد نادي السكه مكيف، حتى بالاماره اللعيبه بيبقوا لابسين شورتات ومش بردانين، تلاقيهم متقلين من فوق. انا مش خارجه يعني مش خارجه. ليه كده يا سناء؟ ابوس ايديكي ابوس ايديكي، ما تحطمنيش، انا محتاج لك. انا طول عمري بروح الاستاد وبقعد هناك، انا بشاور بالعلم، وماما قبل ما تعيا كان بتزمر او العكس، وبعد ما عيت ما لقيتش حد يزمر وحد يمسك العلم معايا، انا بقعد ازمر وبشاور بالعلم الاتنين مع بعض. بابا ماما انا مش خارجه معاك يعني مش خارجه معاك. امال مين اللي هيزمر؟ السلام عليكم. كويس انك انت جيت يا استاذ عادل. يرضيك يرضيك ان سناء مش عايزه تخرج معايا؟ طبعا يرضيني، برافو عليك يا سناء. شوف يا ابني بنت الناس لازم تستأذن الاول قبل ما تخرج، برافو عليك. لا ما فيش مشاكل يا سناء، خرجي معايا. حاضر يا ابي. طب اتعلم بقى يا وعلى كده عشان ما تتضايقش حضرتك، تحب نرجع الساعه كام؟ بص يا سناء انا مديكي كارت بلانش ترجع زي ما انت عايزه. طب امسح مناخيرك. ضحكت عليك، مفيش اي حاجه في مناخيرك تمسحها. عارف لو عملت كده تاني مش هخليها تخرج معاك، انا بقول لك اهو. اخرج معاه ازاي؟ افرض حصلت مشكله، حصلت خناقه، اعمل ايه وانا ست بطولي؟ بطولك ازاي بس يا سناء؟ ايه المشكله اللي ممكن تحصل يعني؟ وبعدين لو حصلت مشكله انت مش معاك الراجل ليه؟ وفي حد تاني خارج معانا ولا ايه؟ لعلمك ده عايز ياخدني معاك عشان لو حصلت مشكله ادافع عنه. لا انا ما بخافش من اي حد، يعني سريع جدا، وبعدين هي مره واحده بس اللي اتسرق مني فيها البنطلون.
وعايز نخرج معاه وكمان في الاستاد ده بيقولك اتسرق منه البنطلون. وايه المشكله يعني؟ ما تلبسيش انت بنطلون وخلاص. كويس قوي يا فتحي ان انت صارحتنا بحكايه البنطلون دي. البنطلون بس يا جماعه مفيش خروج قبل ما تشربوا العصير اللي انا جايباه. ايوه محدش يمد ايده على العصير، انا بقول لكم اهو، لان دي مش هتبقى خروجتكم هتبقى خرجتكم. انا رايي ان انتوا تاخدوا العصير ده تدوه للفريق المنافس بتاعكم. عادل مش هخرج معاه، يعني مش هخرج معايا عادل. بص يا رانيا، انا في موضوع مهم جدا عايز اتكلم معاكي فيه، بس قلقان جدا لان انت بالذات لسانك ما بيقعدش جوه بقك خالص. خس عليكي يا عادل، خس عليكي يا عادل، انا لساني ما بيقعدش في بقي، حرام عليك يا مفتري، ده انا خزينه اسرار البيت ده كله. ماشي يا خزينه، على الله بس تقولي لحد. محسن طليق سناء جالي وعايز يرجع لها. هايل، الحمد لله يا رب، الحمد لله ان هو حس بغلطته وحس بالندم وعايز يرجع لسناء تاني، لان حاجه ايه ده؟ بس ده سناء مخطوبه يا حبيبي. يا سلام، لسه واخده بالك دلوقتي حالا ان سناء مخطوبه؟ وحتى لو ما كانتش مخطوبه انا ما كنتش هرجعها لمحسن، ده ندل وجبان، استحاله ارجعها ليه يعني. ده كفايه كفايه ان هو بهدلها البهدله دي كلها، ان شاء الله حتى تقعد تعنس وما ترجعلوش. ما هو انا ما عنديش مانع خالص ان سناء تعنس، بس على الاقل ما تبقاش العنوسه عندي في البيت. بص يا رانيا، انا ما بفكرش في كده، انا بفكر ان فتحي ده لو اتجوز سناء هياخدها ويمشي، يبقى اكيد ان شاء الله مش هتعنس ولا حاجه. ما هو أصلا مش عايزاك تحط أمل كبير قوي على موضوع فتحي، لأنه الحقيقة إن سناء بتعمل فتحي تقريبا وحش جدا لدرجة إنها ساعات بتديله بالجزمة. بالجزمة؟ بص يا عادل، أنا عايزاك تروح تكلم فتحي وتقول له إنه هو لازم يسترجل شوية مع سناء، يعني يحسسها برضه إن هو ناشف كده، تحس برجولته، لأنه مهما حصل الست دايما بتبقى حاسة إنها لازم تحس كده إنها ضعيفة قدام الراجل بتاعها. هو ده طبيعي طبعا، لازم الراجل يثبت نفسه طول الوقت قدام الست يعني. تلعبين ريست؟ ريست إيه عادل؟ بس أقول لك على حاجة يا حبيبي، أنت بكرة تكلم فتحي وتقوله إن هو لازم يسترجل شوية، وأنا سيب لي سنة أنا هتكلم معاها وأقنعها ونخلص بقى. ماشي، سيبك من سناء ومن فتحي ولاعوا الاثنين، تلعبين الريست، لازم احسسك برجولتي طول الوقت. لعبين الريست؟ ماشي عاد، يلا ماشي العابي ريست. انت ماسكه في الطرف. استنى بس ما تحججش. ها حسيت برجولتي؟ اوه كنت عايزني في ايه يا استاذ عادل؟ بص يا فتحي، انا عايزك في موضوع مهم جدا، بس انت ايه اللي شخرمك كده؟ انت رحت الاستاد برضو؟ اكيد رحت ماتش الاهلي ما دام في احمر كده. ده مش من الاهلي ولا من الاستاد، ده انا اتقلبت في الشارع بتاعنا.